شاهد الآن هذا المقطع وفيه طابوق المقرنص وهو من أبرز شواهد الفساد الحكومي في البصرة. كما تداول نشطاء عراقيون اتهموا الأحزاب ومجلس محافظة البصرة بتبديد أموال المدينة على الطابوق المقرنص. النشطاء قالوا إن بعض الأرصفة عبدت بهذا الطابوق 3 مرات حيث يتم إزالته واستبداله بطابوق جديد، ليس لأن القديم تعرض للتلف وإنما للاستفادة من المقاولات. ناشط من المدينة وثق لحظة إزالة الطابوق المقرنص في أحد شوارع البصرة رغم أن حالته جيدة جدا، وصور لنا هذا المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا جاي في الشارع وشفت هذا الرصيف اللي هو نظيف كل شيء ما بيه، مقابل محطة الجزائر رصيف كل شيء ما بيه، عمال 2 تابعين إلى شركة أهلية جاي يشيلون بالمقرنص، يعني ما أعرف حكومة البصرة ما عندها بس المقرنص، هذا المقرنص قدامك مقرنص نظيف، يعني شوف مقرنص نظيف انت تشيله وتبدله ليش؟ يعني هاي اموال البصره جاي تروح بس بالمقرنص، اموال البصره وخيرات البصره جاي تروح بس شيل مقرنص وخلي مقرنص. هاي رساله نوجهها الى كل المعنيين بالخدمات اللي يقولون احنا جاي نسوي خدمات، خدماتهم بس مقرنص، يعني البصره محتاجه بس مقرنص، لا حول الله. بعد يوم واحد فقط على انتشار هذا المقطع الذي شاهدتموه أعزائنا وبسبب الردود التي جاءت عليه في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا بسبب الانتقادات التي كشفت فضيحة كانت ستحدث بعد انتشار المقطع، حاولت الجهات المعنية تلافي الموضوع بإعادة الطابوق القديم إلى مكانه وتسترت على الحالة، وهذا يبين قوة الإعلام والتواصل الاجتماعي في كشف مثل هذه الصفقات التي تهدف إلى سرقة حقوق وأموال العراقيين كما يقول نشطاء. نتابع وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا البارحة جينا على هذا الرصيف لقيناهم جاي يشيلون بي، اليوم من بعد ما صورنا البارحة ونشرناه بالرأي العام، اليوم رجعوه نفسيته، شوفوا نفسيته رجعوه، هذا نفسيته جاي يرجعونه، يعني سبحان الله هو ما بيشي نفسيته رجعوه لأنه كشفنا فسادهم وكشفنا سرقاتهم فرجعوه نفس الرصيف، وهاي أحد السرقات اللي تقوم بها السلطات في محافظة البصرة بسرقة المقرنص، وشيل المقرنص وخلي المقرنص. فأرجو من كل المسؤولين يتبهون أكون قرنص جديد ليش يشيلونه، فعلى الجميع ينتبه، وهاي رسالة وصلها للمعنيين في محافظة البصرة.